المقاولين العرب والداخليه وبلديه المحله، انت ابن من ابناء المحله هبوط البلديه للاسف الشديد، هبوط المقاولين اللي انت لعبت له ومرنت فيه مع الداخليه. في المقابل عندنا بتروجيت اللي لعب له الفؤاد عاد مره ثانيه للدوري، ومعاه طبعا فريق حرس الحدود حرس وغزل الحدود. المحله. شايف هبوط المقاولين ازاي يا كابتن؟ المقاولين يعني بالنسبه لي كارثه. يعني طبعا انا غازي المحله ده بيتي، بس انا كان ليا في المقاولين باع وليا طبعا عشره لكن انا بلوم شعل باشمهندس محمد عادل مدخل كده ان تغير مدربين بشكل غير طبيعي. يكون غصب عنه برضو. لا لا بس اقول لحضرتك حاجه، المقاولين في امكانيات مش وحشه يعني، مش زي معلش لا انا اسف دخل لا مش اسمهاش كده كابتن، ده اسمها امكانيات هايله، كويسه جدا. ده صرح رياضي. فهو الباشمهندس محمد عادل للاسف يعني حته المدربين يعني بدا بكابتن شوقي، ما صبرش على كابتن شوقي، مش كابتن شوقي جه كابتن معتمد، مش كابتن معتمد جه كابتن عوده، مش كابتن عوده جه محرم، مش ما هي المدربين هي اللي بتمشي، يعني تقول لك خلاص انا مش عايز حضرتك، انما بس انما انما كميتها مش حضرتك ماشيه، انما مش هو حضرتك اللي يعني بيمشي. المقاولين اساسه مفيش استقرار من اول السنه. في لعيبه كانت كبيره السن ودي كانت كده نسى خالص موضوع قطاع الناشئين بتاعه، دي حاجه غريبه جدا جدا. تحول النادي للاستثمار. لا بس بقت في البراعم دلوقتي الناشئين، انت عندك حاليا في السنه دي في 18 لاعب من المقاولين موجودين في منتخبات الناشئين. يا كابتن من منتخبات دكتور الناشئين لكن دورهم من فوق. يا كابتن طارق، استاذنك بس ما ينفعش نادي يطلع محمد صلاح يبقى نادي استثماري يا يعني دكتور. لا انا استاذن ما حضرتك، بس ينفعش. ال 18 لاعب في المنتخبات دورهم ايه فوق؟ ما فيش غير عبد الناصر محمد اللي شفته في الفريق بس الاول، محمد عبد الناصر. محمد عبد الناصر. محمد عبد الناصر. طيب اللعيبه دي فين؟ كان حل الموضوع في المقاولين كان كده، كان لازم الناس دي تشتغل. انما انت ملاعب ناس فوق الثلاثينات كلهم، تعاقب الجهاز ورا جهاز ورا جهاز، طبعا ما فيش على ما تستوعب. يعني كابتن عماد النحاس 3 ماتشات جه الموضوع خلصان مع لا لا عماد. خالص عماد جه كانت الفرقه خلاص يعني. خلاص خلصت خلاص يعني للاسف. نادي المقاولين الداخليه طبعا امكانيات الداخليه كانت باينه من اول الموسم، ما بس فيش والله كلام، عملوا ماتشات كويسه جدا مع كابتن عيد مرزية يا دكتور، عملوا ماتشات لكن يعني في الاخر عملوا. النفس الاخير لا انت بتلعب. يعني بص الراجل يا كابتن ادى رايد والله. في الاخر انت بتلعب بارتياحيه، ايوه في فانت في الاخر هدوء. بتادي لان انت خلاص مش باكي على حاجه، ما انتش مع شكل، ما انتش مع علاقش بريس، فبتلعب براحتك خلاص ماشي، انت تلعب لعب مفتوح وبتهاجم خلاص، ما انتش حاضر خلاص هي فلتت منك. البلديه ويمكن كابتن وائل لخص الموضوع شويه، البلديه للاسف برضو يعني دي سياسه طبعا نحترمها، لكن انا كنت شفت البلديه بادئ بدايه كويسه جدا جدا، بدا في دروب مش عارف ايه يعني مانع المجلس الاداره ما لحقش بسرعه يلاقي نفسه. هل تاخر مجلس الاداره طبعا في تغيير الجهاز سبب الفني؟ رئيسي يا دكتور، طبعا سبب رئيسي ما فيش كلام. انا دلوقتي تيم اكبر تيم يمكن من خلال كام سنه دخل فيه اهداف، لا كمان فكان مش لازم كمان حضرتك انا بشوفت الموضوع بيتكبر اسبوع ورا اسبوع، لازم الحق نفسي بسرعه. كمان دي مش فرقه البلديه يا كابتن، مش فرقه بعد. وبعدين اجدد ثقه في مدير فني على يعني احترامي طبعا، ده حاجه جميله جدا. احمد عبد الرؤوف، يمكن على فكره احمد عبد الرؤوف من اول يعني يمكن تاني يوم بالظبط كانت طنطا، كنا كان كابتن عادل بيحاول يجيبه طنط، هو مدرب كويس لكن هي ما مشتش معاه خلاص، بدات معاه كويس خلاص حصل دروب مش مشكله، ده سنه الحياه خلاص، ما هي مش حكر. فانا عيب على مجلس الاداره هبوط نادي البلديه الرقم الاول ومجلس الاداره فيه. هو مجلس الاداره طبعا بيبذل كل جهده، يعني مصطفى الشام انت عارف قلبه طبعا هم ناس وقلبه مع محترمين، النادي لكن في حماده علو في الجهاز، التاخير يعني الناس طبعا تعبت الناس بصراحه، تقيله، بس هي بس كره التاخير القدم التاخير هو اللي عمل الامكانيات برضو كان الله في العون. طيب انا